بسم الآب والابن والروح القدس، امين. اخوتي الاحباء، بهاليوم اللي عم نحيي فيه ذكرى 39 لاستشهاد رئيس الجمهورية المنتخب الشيخ بشير الجميل، كل اللي استشهدوا معه وكل اللي استشهدوا بهالمقاومة اللبنانية من اجل لبنان، منصلي ومنتأمل بهالموضوع الأساسي والرئيسي للكنيسة بتعطينا إياه اليوم لنتأمل فيه بالعمل، هو مشكلة السلطة. هي مشكلة قديمة، منها مشكلة جديدة، ولا رح تخلص هالمشكلة إلا ساعة الإنسان، وكل شخص منا هو سلطان بحد ذاته، كل إنسان منا سلطان وعنده مسؤوليات مطرح ما هو، مش بس رؤساء الجمهوريات ورؤساء الاحزاب والوزراء والنواب واتسترا والمدراء. كل انسان هو سلطان بهالعالم، وكل انسان بيعمل اكبر مشاكل بهالعالم اذا ما استعمل سلطته على صوره المسيح. وهذا شيء اساسي اليوم بدنا نفهم ونتامل فيه تنعرف كيف حقيقه منعيش السلطة اللي ربنا بيعطينا إياها بهالعالم، وين ما كنا وين ما كنا، حتى السلطة اللي هي على ذاتنا بالذات. ويسوع بيقول أكيد إنه تعلموا إن الذين يعتبرون رؤساء الأمم يسودونهم، بيجوا من فوق بيسودوا بيسيدوا على العالم كله، هو السيد والبقية عبيد، وكمان وعظمائهم يتسلطون عليه. بتسلط يفرق من مارس السلطة مثل ما بيقول المسيح، أما أنتم فليس الأمر بينكم هكذا، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما ليكن هذه الكلمة، فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا للجميع. شو صعبة؟ مش هيك ما كان نركض ورا الكراسي ورا السلطة ورا القصة. نحن كمسيحيين عم نحكي نركض هيك، مش عارفين نحن كمسيحيين اي دور لازم نلعبه بهالسلطه هيدي اللي نحن ربنا بيعطينا اياها، كنت بي او ام بالعيله، وان كنت كاهن او مطران او بطرك او بابا، وين ما كان السلطه في الكنيسه كما السلطه في الدوله وكما السلطه في الحياه اليوميه وفي الحياه العائليه. في دور اساسي، مش استراتيجيه المسيح بالسلطه، هي استراتيجيه الخدمه. نقطه بده يفهم هذا الموضوع، ويلي بيعيشه بعنقه بينجح بنظر المسيح. استراتيجية الخدمة، أن أكون متسلطا، أن أكون في مركز السلطة، ليس أن أكون متسلطا بل أن أكون خادما وعبدا للجميع حتى الموت. هيك بدا الإنسان، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم. إذا المسيح ما إجا ليخدموا العالم هو يخدم، كيف بعد نحن؟ ويبذل نفسه فداء على كثيرين، بده يموت من اجل الناس اللي عم يخدمهم، يموت للاخر. قديش هي صعبه هيك الاستراتيجيه، مين عم بيعيشها اليوم؟ يمكن في كثير عم بيعيشها، بس علينا نحن كل انسان منا مهما كانت رتبه السلطه تبعه، وانا ككاهن اول واحد بفكر عم نعيش السلطة كخدمة حتى الموت من أجل خلاص البشرية. واليوم بمناسبة هالذكرى 39 لاستشهاد الشيخ بشير، اللي بعده صدى هالانفجار يدوي في يسطى في أذهاننا وعقولنا وضمايرنا ودموع بيتي وأمي وبيات وحماتي كتيرة، بعد عم نشوفه لحد اليوم بعد 39 سنة، هالمشهد ما بينتسى أبدا. نحن اليوم إخوتي إن كنا بحزب الكتائب ولا بغير حزب ولا وين ما كانت مسؤوليتنا، علينا نمشي باستراتيجية الخدمة الثلاثية، ومهمة خدمة الإيمان أهم شيء بي العيني، رئيس حزب رئيس دايرة شو ما كان وظيفته بهالعالم، عليه يخدم الإيمان بالناس يلي هو مسؤول عنه، إيمان يلي بخلص نفوس البشر،
ايدي شمال مسؤول بالشركه يهتم بالايمان الموظفين، مسؤول بحزب من اهم استراتيجيته انه يهتم بايمان اعضاء اللي ينتمي لحزبه، او مسؤول وطن ذات الشيء، او مسؤول كنيسه. قديش مهم نقدر نكون خدام لنقل الايمان، نقل صالح وصادق كجندي للمسيح مثل بول ماركوس لتلميذه تيموثاوس حسب الاصول. هيدا الاصول المسيحي، اصول الايمان. وثاني نقطه، خدمه التربيه في العائله، خدمه التربيه وين ما كان في المدارس من اهم استراتيجيات يلي بيخدم فيها الحزب وطن او مسؤولي الوطن وطنهم او البيت او مدير او مدير شركه او مدير او تاجر، مش تيعيش الفساد، بالعكس تيعمل تربيه، استراتيجيه تربيه للوطن كما بيقول البطرك امبارح بكلمته، استراتيجيات تربيه مهمه ربي نخب لهالعالم. كل هالمسؤولين السياسيين اغلبيتهم هن خريجين مدارس كاثوليكيه. شو بنقول؟ ليش مهم انا وقت كنت رئيس مدرسه حط براسي براس كل اللي عم بيراقبوا، قلت لهم نحن مش دورنا نعطي ماتيماتيك بس وفيزيك وشيمي واتسيتيرا، في فاسالو تروغول فوندامونتال، نحن دورنا الاساسي نشوف هيدا الشاب اللي بده يبقى عنا هالصبي الزبطور اللي بيفوت هالقد 3 سنين بده يطلع بعد 14 سنة من المدرسة، كيف بدنا نطلعه؟ أي صورة بدنا نخرجه من مدرستنا؟ ليش مهمة أحزاب والوطن وكل المسؤولين يفكروا مع هالمسؤولين مدارس، مسؤولين كل اللي عندهم سلطة بهالعالم، كيف بدنا نخرج الإنسان؟ كهو مواصفات الإنسان، أنا بيعيني كيف ابني بده يطلع؟ ليش مهم هاي خدمة التربية؟ وآخر شيء بركز عليها كثير بابا برسالته، خدمة الإيمان، لو دعوز خدمة البيئة ربما، خدمة البيئة، خدمة هالخضار بهالدنيا، خدمة كل شيء بحيط للإنسان من النظافة لكل شيء بهالدنيا. قديش مهم يكون في استراتيجيات لخدمة البيئة بقلب الوجود، خدمة البيئة بقلب البيت وين ما كنا، ساعة البيت بيئته جوا بتكون نظيفة، هيدا شيء بينعكس لكل البيوت. قبل كل واحد في واحد بده يعمل هيك يغير كل بيئة الكون ويجعل منها مدري شو، بالاخر توصل بعد 20 30 40 سنة انه نظف اثنين بيتك ونظف بيتك بتنظف العالم. نصلي اخوتي بهاليوم المبارك، فربنا يعطي النعمة لكل نسل، نحن اللي كلنا سوا اخذنا سلطان منه هو تنكون مسؤولين مطرح ما نحن المسؤولية للغزنة، قد ما كانت صغيرة ولا كبيرة. نصلي فربنا يعطينا كل النعم تنكون جنود صالحين للمسيح، سلاحنا الصليب وحسب أصول الإيمان، أصول التربية وأصول الحياة. من صلي ربنا يعطينا هالنعم، نطلب هالصلاة كمان بوحدة وشراكة مع شهدائنا اللي صاروا بهالسما، ربنا يعطينا هالنعم فنقدر نبني حضارة سلام، حضارة خير، حضارة حب ورحمة بهالوجود بدل حضارة الفساد بالموت.